وجه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر إلى مباشرة إجراءات العمل في مشروع مدينة شرق سترة الإسكاني لبناء 5000 وحدة سكنية قبل نهاية العام الجاري، بما يحقق التوجيهات الملكية السامية وما جاء في برنامج عمل الحكومة على أن يتم تمويل المشروع من خلال شركات عالمية وبالتعاون والتنسيق مع بنك الإسكان. وكلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء وزارة الإسكان بالتعاون مع وزارة المالية والجهات الأخرى ذات العلاقة لاتخاذ ما يلزم في هذا الشأن، فيما كلف سموه اللجنة الوزارية للإعمار والبنية التحتية واللجنة الوزارية للشؤون المالية وضبط الإنفاق بمتابعة ذلك. وقد أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة ماضية في مشاريعها وبرامجها الإسكانية بقوة، لأنها مصممة على التغير الإيجابي في تخطيط وبناء وإدارة مدننا في البحرين نحو الأفضل لصالح المواطنين ومعيشتهم. ويأتي هذا التوجيه الكريم تزامنا مع انعقاد الفعالية الأممية الموئل الثالث التي تعقد في الإكوادور.